السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي تعمل كورس احترافي على أودومي؟ أودومي ده موقع مختص بالكورسات، بتحط الكورس بتاعك ومشهور جدا، فناس كتير بتدخل تشوف الكورسات، وممكن تحطها بفلوس أو ببلاش وتاخد نسبة من الأرباح من الأودومي لو الكورس بتاعك اتباع. يعني ممكن تحط كورس مثلا ب50 دولار، 100 واحد يشوفوه فتاخد أنت مثلا 50% فلوس أو حسب الاتفاقية اللي موجودة في أودومي. طيب تعال نشوف هنا، ده الحساب بتاعي. تمام، هقول مثلا عايز اشوف كانستراكتور، بدأ يفتح لي الصفحة بتاعتي، بيقول لي في بعض الملحوظات، في بعض التنبيهات. الكورسات بتاعتي الحمد لله كلها فري، لو عايز احط بفلوس لازم تراعي ان يكون المحتوى مش موجود خالص على النت، مش موجود على اليوتيوب، عايز الناس تشتريه ويكون حاجة انت محترف فيها. ما ينفعش تعمل في كورس يكون انت لسه اول مره تسمع عنه او ما اشتغلتش بيه، مجرد بس انت قريت كتاب او شفت فيديو. طيب هتيجي هنا تقول له انا عايز اعمل نيو كورس، فبيقول لك اختار الكورس هتبقى ايه. هتقول له مثلا learn how to make، محشي، ازاي طريقه عمل المحشي. تمام، طيب تقدر تكتب بالعربي تقدر تكتب بالانجليزي، بس الاسم دوت هو اللي هيطلع فيه الشهادات بعد كده. طبعا لازم الغي الكورس اللي انا بعمله دلوقتي، لان لو فضل المراجع ممكن يشوفه ويلاقي فيه مشكله. طب ده عباره عن ايه؟ ده مثلا فيتنس، انت عارف ان المحشي بيخلي الواحد يخس. بيقول لك تقدر هاخد كام ساعه من الراجل اللي هياخد الكورس مثلا. طيب وبتبدأ بقى يديك بعض الحاجات، كل واحدة من دول لازم تعدي عليها وبعد كده تقول له submit for review. يعني ايه؟ يعني هيقول لك مثلا الكورس ده معمول لمين؟ مين اللي هيستفاد منه؟ ايه الشريحة المستهدفة للكورس دوت؟ ايه اللي المفروض يكونوا متعلمينه قبل كده؟ ايه اللي هم هيتعلموه؟ طريقة عمل محشي رجيب، طبعا مفيش حاجة اسمها محشي رجيب، بس يعني ايه بجملة العك اللي موجود وهكذا. تمام، طيب بعد كده تقول بقى ايه بعد ما تخلص كله، تقول بقى ايه هتدخل في اللي بعد كده، سيف وتدخل في اللي بعديها. طبعا لازم تجاوب على الاسئله دي، لان هو لو حاجه ناقصه هيقول لك على فكره انت ما عملتهاش. طيب بيديك بعض المعلومات، هنا بقى تبدا بقى ترفع الكورسات، تقول له انا هرفع فيديو، انا في فيديو سلايد، وهنا في ارتكل هرفع مقاله فيديو، تقول له سلكت فيديو وتبدا ترفع فيديو يكون في ازاي تحشي المحشي وحاجه زي كده. يعني انا بس بوريك الطريقه، طبعا انت هتختار بقى كورس، ممكن واحد يعمل كرسي ازاي تعمل كروشيه وتلاقي ناس كتير مهتمه بالموضوع وناس كتير اشترته. تمام، تكتب ديسكريبشن، لازم تكتب ديسكريبشن ريسورس، لو في اي ملف PDF او كده عايز ترفعه تبدأ ترفعه. وتبدأ بقى تختار دراج فايل، لو تقدر تحط فايل مثلا من دروب بوكس، من جوجل درايف، وهكذا من كل الحاجات ديت. طيب بعد كده لو انت عايز تحط بقى التسمية، هنا بقى من الحاجات المهمة الكورس تايتل ايه، السب تايتل ايه، لازم تحط له سب تايتل. طب الديسكريبشن بتاعي ايه؟ طب اللغه طبعا هيبقى غالبا بالعربي، هقول له عربيك. الليفل، لا ده انا عايز ناس مثلا كل الليفلات. تمام، ده فيتنس وهكذا. تقول بقى ارفع لي صوره مثلا للكورس ايمج، ارفع لي فيديو للناس كلها تشوفه. لو واحده من الاثنين دول مش موجودين مش هيرضى ينزل الكورس للناس، خلي بالك الاثنين دول ناقصين. البرايس تقدر بقى تقول له انا الكورس بتاعي، لا ده انا عايزه مثلا ب$30 اللي عايز ياخد الكورس دوت. ماشي، طيب بقى ممكن تعمل الكوبون لو حد عايز الكورس دوت، لو كتب رقم معين يبقى فري او ديسكاونت، يعني هتوزع على اصحابك، يا اخوانا انا مهتم بالكورس الكوبون دوت هيفيده، هيديله تخفيض 50% او ده فري مثلا للناس. وده بقى هتكتب رسالة ترحيب للناس وكونجراتوليشن، وبعد كده تبعته للريفيو، فالراجل بيبص عليه ويشوف الفيديو والصوت. لو انا رفعت الفيديو ده هيرفضه لان انا مسجله من غير مايك، فلذلك الصوت هتلاقيه وحش.
لو بصيت على الفيديوهات اللي في قناة بيم أريبيا على اليوتيوب هتلاقي الصوت حلو، لأن في مايك يو اس بي. المايك يو اس بي يعني ما بيدخلش في الوصلة العادية بتاعة الصوت أو المايك، لا بيخش في الوصلة بتاعة اليو اس بي، وبيبقى صوت منقح جاهز من غير برامج. أتمنى تستفادوا منه، وأتمنى تعملوا كورسات حلوة إن شاء الله. ولو عملت كورس حلو كده يعني إيه، وإديني